هنا من العيادة المتعددة الخدمات الينابيع انطلقت عملية التلقيح ضد كورونا بالعاصمة لتشمل السلك الطبي أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين. هذه الفئة توفدت صبيحة اليوم على العيادة للاستفادة من اللقاح. على كل حال أنا المطعم بتاعي هي اللي قالت لي، قالت لي أني أصبح في التلفازة راهم يديروا في ليسوس، أنا نسكن غير هنا في القبة. قالت لي يا الحاج غير روح، راح دير. جيت ندير. Je suis l'actualité et puis je sais l'importance que ça mérite, c'est pour ça qu'on est venu. On a eu la chance de passer parmi, disons, parmi les premiers ici, quoi, c'est ça. 21 يوما هو الموعد الذي يضربه الطاقم الطبي للأفراد بعد تلقيهم اللقاح لأخذ الجرعة الثانية منه. دينا اليوم لا فاكسيناسيون سا سي تري بيان باسي اون ا يو لي دوز يعني سيلون لي جون ا فاكسيني تو سي ديرولي تري بيان اون ا لو فاكسين اي تو لو نيسيسار بور لا فاكسيناسيون. Personne n'a présenté un effet secondaire. Parce qu'après la vaccination, il reste 30 minutes en observation. درت الفاكسين. ودروك قالوا لي استنى نص ساعة، استنى نص ساعة باش نشوف لما كانش أعراض ولا كان مشاكل ونروح لداري. نولي 21 فيفري باش ندير دوزيام فاكسين. من المنتظر توفير اللقاح بمختلف العيادات المتعددة الخدمات بالعاصمة لتستفيد باقي ولايات الوطن من العملية خلال الأيام المقبلة.